السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: انتخابات العراق مسرحية مفضوحة، أبطالها الفاسدون. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها لكم قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. 3 إلى 2021، يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، رؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تعد الانتخابات التي شهدها العراق مؤخرا أكثر انتخابات شهدت مقاطعة شعبية منذ العام 2003 بحسب وكالة رويترز. ويعيش العراق اليوم حالة من التوتر نظرا لتصعيد الميليشيات من خطابها والتهديدات المستمرة من أجل الحصول على ما يقولون إنه حقهم الذي سرق منهم، ألا وهي المقاعد البرلمانية. إذ تقول الأحزاب الخاسرة إن هذه الانتخابات مزورة. في واقع الأمر هم لم يأتوا بجديد، إذ بالفعل هي مزورة، وهذه حقيقة اعترف بها الجميع نظرا لقلة نسبة المشاركة وتزييف مفوضية الانتخابات للحقيقة التي تقول إن المشاركة لم تتجاوز 12% بعكس ما روجت له المفوضية. ويؤكد العراقيون أن جميع الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات هي جزء من عملية التزوير التي خدمت مقتدى الصدر ولم تخدم تحالف الفتح، لكن الرواية الميليشياوية تقول إن التزوير استهدفها فقط، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها كانت انتخابات نزيهة، وما تفعله الأحزاب الخاسرة هو رد فعل ما بعد الصدمة. لكن تبقى هذه الانتخابات شهدت أكبر نسبة مقاطعة في تاريخ انتخابات ما بعد الاحتلال، وهو أكبر دليل على أنها انتخابات مزورة، فاز بها فاسد وخسر آخر. نطرح مجموعة من التساؤلات لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها. أول تساؤل لدينا: ما الذي تغير في المشهد السياسي العراقي بعد فوز ميليشيا وخسارة أخرى في انتخابات قاطعها الشعب وزورتها الأحزاب؟ وأيضا، لماذا تريد الميليشيات الخاسرة حرق العراق في سبيل الحصول على المناصب؟ وأيضا نطرح سؤال متعلق ببطل هذه المسرحية: هل مقتدى الصدر راعي الميليشيات وأحد أعمدة حكومات الاحتلال الفاسدة أفضل من غيره؟ هذه أسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من مشاهدينا الكرام من برنامج منبر الرافدين. بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها ولإبداء آرائكم بهذه الانتخابات، بالتصعيد الميليشياوي الذي يشهده العراق اليوم، وكذلك عن جزئية من يعتقد أن هذه الانتخابات كانت نزيهة شفافة وعادلة، والأحزاب الخاسرة والميليشيات التي نراها غاضبة اليوم هي تقوم برد فعل طبيعي نتيجة لخسارتها في انتخابات نزيهة بين قوسين. هنا نطرح هذه التساؤلات ونقول أيضا: إذا كانت نسبة المقاطعة باعتراف أياد علاوي أحد أعمدة حكومات الاحتلال وأحد المشاركين في هذه الانتخابات الأخيرة بتحالفه، قال بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 12%، إذن كيف تقول مفوضية الانتخابات إنها 40؟ كيف أو أكثر من 40؟ كيف يقول التيار الصدري إنه حصل على 73 مقعد؟ كيف تقول باقي الأحزاب إنها جاءت بهذه الأرقام التي نراها اليوم؟ من أين جاءوا بهذه الأرقام ونسبة المقاطعة كانت تتجاوز 88% بحسب الأرقام المعلنة وبحسب التصريحات والتأكيدات الدولية المراقبة كانت والمتابعة لهذه الانتخابات؟ معنا اتصال.
السيد محمد من كربلاء، تفضل. طيب فقدنا الاتصال، عندنا محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السيد محمود من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد محمود نص صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من الهاتف فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه بنت يا ابن عمي، هذه هنا، هذا من 2003 وظل إلى 2030 هذا الطاسة وهذا الحمام. الناس جاءنا هذا وجب رجع لقرح، والله ما تجر العراق عندك كل من يجر بالطول واحد يجر الانتخابات فاشلة وملعبت شلون لعبت العجائي الجهال. أما أنت شلون عم تطمر عجائي الجهال، كل من يقول لي وهذا اللي يقول لي وهذا اللي يقول مو لي. نعم أنا انتهوا. احنا اليوم ولدنا 5 سنين ما نندلهم وين هذول. اول فرصة احنا خبط الجنالة رح يطوعونهم معاهم ويرجع يدربونهم بجرف الصخ. والله والله يقول رجع يدربونهم بجرف الصخر السجناء ويرجع يطوعونهم على ايران. هذول كلهم يعني انا قلت لها من قبل شهر قلت لك استاذ الخزعلي وهذا العامري والفياض ونور المالكي والصدر هذول الشبكة شبكة ابو عزيز ما تصير لهم سيارة غير الشعب يقوم قومة وحدة بالهم الكرة الأرضية ولا ما انت الله ربابة عزي البعير. طيب ربابة عزي البعير هذول ما صنهم شارع. إذا ما الشعب ينتفض نظرة واحدة ما تصير. طيب شكرا سيد محمود. شكرا سيد محمود من الموصل. طبعا عناصر الميليشيات الموالية لإيران الرافضون لنتائج الانتخابات يحاولون اليوم اقتحام المنطقة الخضراء في وسط بغداد. طبعا هناك تصريحات وهناك كانت نداءات عبر مكبرات الصوت من قبل هذه العناصر الميليشياوية باقتحام المنطقة الخضراء وزعموا أنهم الأحق لحكم البلاد. سنعرض لكم المقطع بعد قليل، لكن يعني هذا الخبر المتعلق بالتصعيد الميليشياوي. هناك أيضا مطالبة من النائب السابق عن تحالف الفتح أحمد السلماني، طالب مفوضية الانتخابات في العراق بإجراء عملية عد وفرز يدوي لجميع أصوات الناخبين في البلاد. سنطرح تساؤل بخصوص هذه الجزئية بعد قليل، لكن معنا اتصال الآن. السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة هم يتحدثون على فشل الانتخابات ومظاهرين أمام الخضراء. نعم. عمي هذا فوز الشعب العراقي هذا. نعم. يعني الشعب صارت عنده وعي. هاي الحكومات المتعاقبة كليتها اللي هيجت واحدة وراء واحدة، شنو اللي سووه لها الشعب؟ آخر شيء الشعب انتفض، قال لك ما أطلع انتخابات خليهم بيناتهم. فاليوم الحكومة تقول يجب حماية المتظاهرين. يعني سموهم دولة متظاهرين ينتهي الحكومة. وهم نفسهم دولة كانوا يخطون المتظاهرين. ونفسهم دولة ما كافي عادة. سيد أبو عراق، هناك من يعتقد أن هذه الانتخابات كانت انتخابات نزيهة وفاز بيها مقتدى الصدر، واللي يعترضون اليوم دول الخسرانين بانتخابات نزيهة شفافة عادلة، وهذا رد فعل طبيعي. هل تعتقد أنه هذه الانتخابات كانت انتخابات نزيهة ومقتدى الصدر جاء وفق انتخابات نزيهة؟ أستاذ محمد. نعم. ليش سيد مقتدى وين كان قبل؟ هم كانوا جماعته هم موجودين بالحكومة. من يطلع نوبات يقول الشعب لا ماء لا كهرباء، ليش مو كانوا ربعك فيها بالحكومة؟ أي. ما حكيت وياهم، ما سولفت وياهم. نعم. عم ذولا كلهم نفس الوجوه استاذ محمد. نعم. ليش احنا تمشي بعد علينا هاي كلاوات وما تمشي عمي؟ نعم. احنا كان مقتدى ولا غيره، عم مو طلع الشعب يقول لك ما اريد. نعم. ما اريد عمي اطلع عنا. نعم. كافي خلونا بيناتنا نتفاهم. سويت تفرقه، حلت ايش سويت بهالشعب هذا؟ نعم. ما كافي. وانا اوجه سؤالي
اخوتنا بالجنوب. اي سيدنا الحسين استشهاده كان علما مو على مو طلع على مود الظلم، ما جيت من الظلم هذا اللي احنا به هسه. نعم والعالم جاي يتكتب الشوارع. طيب وكافي كافي يا حكومه. نعم حكومه ما بيها سياده، ما نريدها عمي، ما نريدها، ما بيها سياده. اشكرك يا ابو عراق من الفلوجه، وصلت الفكره ويانا. سيد جاسم من كربلاء، تفضل يا جاسم. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من هذه الاحزاب وهذه الحكومات الطائفيه العنصريه منذ 2003 والحل. نعم الله وكيلك، الله وكيلك، حملتنا معاناه ومعاناه منذ 2003 لم يساوون للعراق كل شيء الا المعاناه الخراب والا السرقات فقط. زين ولا حتى منعوا حتى المياه للناس، يعني قطعوها على الناس. زين ولا حتى الكهرباء، حتى المياه النظيفه قطعوها للناس بالكامل. زين ولا حتى الانتخابات 2005 و2010 و2014 و2018 حتى هذه الانتخابات التي زوروها كلها. زين ولا وخدعوا الناس فيها. زين ولا هؤلاء الأحزاب ومليشياتها الفاسدة المجرمة، الله وكيل هذه الأحزاب الفاسدة اللي أكثرها ولاها إلى إيران. نعم مو ولا إلى العراق، زين إلى ولاها إلى إيران. فكيف أن تجمع العراق؟ بالعكس لم تجمع العراق هذه الأحزاب، يعني مثل حزب أو سيد جاسم يعني. سيد جاسم، هل من المعقول أنه العراقيين اللي طلعوا يتظاهرون في وسط وجنوب العراق، اللي قالوا ما نريد هاي الحكومة، اللي قالوا مقتدى الصدر تابع ومقتدى الصدر قاتل، واللي رفعوا هتافات ضد هاي الميليشيات، هل من المعقول أنهم يروحون ينتخبون مقتدى الصدر؟ هل من المعقول أنه بعد هذه الدماء التي سالت والتضحيات والقبعات الزرق اللي سوتها بكربلاء وقتلة المتظاهرين، من المعقول أنه الناس بالنهاية النتيجة يجي مقتدى الصدر مرة ثانية يحكم؟ هل هذا الكلام منطقي؟ هذا اللي كانوا الناس يريدوه؟ لا ما يصير. المقتدى الصدر سوت بمحافظة النجف ساحة التحرير، هو قتلت الناس هذه. نعم. القبعات الزرق لمن تدفع هذه قلت يا استاذي ولا؟ نعم. يعني هل احنا ننسى ماذا فعلت القبعات الزرق اللي تابعه للتيار الصدري في محافظه النجف؟ يعني من قتل المخيم هي لا ذولا من انتخبهم يا سيد جاسم؟ ذولا من انتخبهم؟ ذولا انتخبتهم هالإمعات هذه، الإمعات ترى في كل مكان في العراق الإمعات الفاشلة المنافقة هي اللي انتخبتهم، إلا ما حد ينتخبهم هؤلاء. نعم هؤلاء هم فاسدين، هم طغاة، هم مجرمين ذولا. نعم الله وكذا. زين من ناحية أخرى، زين الاعتقالات اللي أطالت مئات من المعتقلين في سجون ومعتقلات هذه الأحزاب والميليشيات هذه، من اعتقل هذه؟ هل هم هؤلاء الفاسدين المنافقين؟ نعم اللي تابعين الى ايران؟ نعم هم حتى هذه العزله اللي حاليا جاي تحصل وفق هذه الانتخابات هي انتخاب. طيب. هؤلاء المنافقين، هؤلاء الانجاز. اشكرك يا سيد جاسم من كربلاء، شكرا للمشاركه. ابو شيماء من بغداد، تفضل يا ابو شيماء. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز، البارحه يعني العراقيين تعرف انت 40 مليون، كل واحد الى رايه، مو تمام؟ كل واحد الى اجتهاده. صحيح. فالمفروض كل واحد يطرح رايه ويعبر عنه. طيب. فهسه واحد البارحه جيت حكايه هذا يقول هيك وهذا عيب، يعني ترى هاي الفاظ ترى انا اعتبرها هذول الفاظ من الشارع اللي يغلط على اي واحد. اي. يحكي يعبر عن رايه، هاي فضائيه عراقيه. ها وتحكي كل الواحد، بس هذا صار قام يشيط ويبيط يسب هذا القبلي، يغلط ويسب ايران وايران وما ايران باسعة متبوسيد اسرائيل على متحدة قدسوها، فهي المفروض واحد كل واحد يعبر عن رايه. ابو شيماء، اشو انت تقول عبروا عن رايكم، والبارحه تحكي على المتظاهرين في ثوره تشرين وتقول عملاء وخونه ودعاره وما ادري شنو. انا اشخص الحالات السليمه استاذ محمد، انا الحالات ما اذكرها، انا اقول لك جماعه بالمقابل العراقيين يرون الميليشيات الموجودة اليوم بالشارع، تحالف الفتح وميليشيا الحشد وكل هؤلاء الأحزاب أو هذه الأحزاب وغيرها،
العراقيين اليوم يشوفوها بأنه هي مجموعة من القتلة من اللصوص حكموا العراق طيلة سنوات من 2003 لليوم ما قدموا شيء، ومقتدى الصدر ما يختلف عنهم بشيء، وبالتالي أنت لك وجهة نظر، هم لهم وجهة نظر، والغالبية ترى أنه هؤلاء مجموعة من الفاسدين. اي استاذ العزيز، كل واحد طبعا يعبر عن رايه، بس احنا ملاخصه، اكو ناس مؤيديهم واكو ناس تقدرهم، اذا مو مؤيديهم ما تطلع وسط مظاهرات بالملايين، بس كل واحد يعبر عن رايه. شوف سيد ابو شيماء، دول عراقيين. سيد ابو شيماء، موضوع الملايين هذا موضوع الملايين هذا عوف على صفحه، ليش؟ لانه الانتخابات هاي اصلا فضيحه كانت. يعني هذا الكلام مو كلام محلي داخلي، هاي الكلام كلام مراقبين دوليين، ومن ضمنهم هسه لما نجي نقول من الداخل، لما نقول اياد علاوي يقول نسبه المشاركه ما تجاوزت 12%، ولما نقول انه الامم المتحده قالت بانه نسبه المشاركه كانت مخيبه للامال، لما وكاله رويترز تقول هاي اقل نسبه مشاركه في تاريخ العراق، يعني وين الملايين العد؟ استاذ العزيز صارت فيها تزوير اعتياد، اصوات العالم كلها راحت، احسان من العالم صوتي راح، بس أيه. معنى كلامي يتهمهم بذول الذابين لايران، ترى عيب، هم ذول عراقيين ولد الجنوب ولد العجائر، عيب هاي. شافوا العراقيين يعني من ايران يا ابو شيماء، شافوا من ايران. والله مهزل استاذ العزيز. ابو شيماء العراقيين، شوف ابو شيماء العراقيين شافوا من ايران غير هادي العامري وواثق البطاط واكرم الكعبي وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم ونور المالكي، بعد اسماء طويله طبعا، هوايه فالح الفياض وابو مهدي المهندس، شافوا من ايران العراقيين، شافوا المخدرات اللي يقول قائد شرطه البصره الاسبق رشيد فليح 80% من المخدرات اللي تطب للعراق تجي من ايران، شافوا العراقيين من ايران. استاذ العزيز، مو بس من ذاك اليوم بالمطار، من الانبار تجي من الامارات من الكويت، هاي مشكال. بس احنا ما ناخذ، ما نغبض يعني، ناخذ حق العالم انه فلان كذا وفلان ما اعرف شنو، ايران لو مو ايران يا ساعدنا يا خلانا على حيلنا، واحد ليش ما يحكي حق الله؟ احنا انا عداوه عندي ويا شخص ويا دوله. انت مثل ما تفضلت على حيلنا استاذ العزيز، وقفتك على حيلك، يعني انت هسه دوله واقفه على حيلك، انت هسه مذيل مترتب او ماخذ او متذيل، عفوا متذيل تصنيف وترتيب كل التقييمات الدوليه، شنو انت وقفتك على حالك بشنو؟ جواز سفرك الاسوء بالعالم، جواز سفرك الاسوء بالعالم، بغداد اخطر محافظه او اخطر مدينه بالعالم، اسوء مدينه بالعالم، اقذر مدينه بالعالم، تصنيفات هاي، لا جوده تعليم، لا صحه، لا عداله، وين شنو وقفت على حالك؟ هو احنا صار مثال عزيز، احنا يمنا الحرام، هو صار له 50 سنة حرب، يمتى نعضنا، يمتى تبنى العالم، 8 سنوات حرب، بعد مال الكويت احتل الكويت، بعدين جد مال داعش، يمتى جاب، بعدين جيتوا ب 2003 ايش سويتوا؟ هسه لو غير دولة كان بلعنا، بس احنا فالمفروض الانسان العراقي انه يتلفظ شوي، مبلوعين يعني؟ طيب سيد ابو شيماء، انا اشكر حضرتك، انت مثل ما قلت وتفضلت، قلت كل من له وجهة نظر، اكيد حيشاركون ويانا اللي يردون على هذا الكلام، اللي ينطون وجهة نظرهم أيضا فيما يخص كلامك، لكن أنا سألت حضرتك أسئلة ما لقيت منك أي جواب، ومجرد ترجع لي بالماضي وتقول لي حروب. المخدرات، إيران تعتبر المصدر الأول للمخدرات القادمة إلى العراق، وباعتراف الموجودين بالسلطة، وارجع لي التصريحات، ومثل ما قلت لك آخرها قائد عمليات البصرة رشيد فليح المناصر والموالي للأحزاب الفاسدة اعترف وقال بأنه 80% من المخدرات القادمة إلى العراق هي من إيران. النظام الصحي في العراق من أسوأ الأنظمة، وفضيحة فيروس كورونا أكدت أنه لا صحة في العراق. طيب الواقع التعليمي بحسب مؤتمر دافوس لقياس جودة التعليم، العراق خارج التصنيفات أصلا، ما موجود بالقائمة، يعني حتى مو الأخير، خارج التصنيف. طيب جواز السفر العراقي أسوأ جواز سفر بالعالم. المواطن العراقي نسبة الفقر في العراق بحسب الأرقام الحكومية وأرقام البنك الدولي وغيرها أكثر من 50%، أو يعني 50% خلينا نقول من الشعب العراقي موجود تحت خط الفقر. الأمية، الفقر والبطالة، عمالة الأطفال، المشردين، الأرامل، الأيتام، المعتقلين، المهجرين والنازحين، الكهرباء اللي ما موجودة، الخدمات اللي ما موجودة، النفط الماكو، الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة، وينها؟ انت واقف على رجلك من اي ناحية؟ وطبعا هذا الكلام احنا نسأل ونقول انه هؤلاء اللي اليوم مشاركين بالانتخابات كلهم بلا استثناء
اللي شاركوا في هذه الانتخابات هم نفسهم اللي كانوا موجودين من 2003 لغاية اليوم، إيش قدموا للعراقيين؟ ما الذي حققه هؤلاء حتى الناس تروح تنتخبهم؟ ليش الناس قاطعت بنسبة 88 أو أكثر بالمئة لهذه الانتخابات؟ ليش الناس شافت هؤلاء تركت الانتخابات، أحجمت، عسفت عن الانتخابات؟ ليش ما راحوا انتخبوا؟ وين الملايين اللي تقول إنهم موجودين؟ وينهم؟ ما شفناهم في هذه الانتخابات، وينهم؟ ما شفناهم في تظاهراتكم. خلونا نشوف هذا المقطع اللي تهدد به الميليشيات باقتحام المنطقة الخضراء. وين الملايين؟ يعني هسه حدثوا العاقل بما يعقل، وين الملايين؟ يعني غير الناس تريد تشوف. انتوا اصلا حتى عرضنا اليوم في حلقه تواصل دوت كوم، وبامكان حضرتك ابو شيماء او غيرك من اللي يعتقدون ان هناك ملايين انصار انه يرجعون الى حلقه اليوم من تواصل دوت كوم وتشوفون المقاطع للحديث، حديث الناس مشغليهم بالشفتات، جايبين عناصرهم الميليشياويه جماعه الحشد جايبيهم، ناس تشتغل بالليل تتظاهر وناس تروح للبيت، تجي ناس الصبح تتظاهر، هم نفسهم مقسميهم نصين. يابا منين تمويلكم؟ من الحشد. مو انتم طالعين على اساس عندكم مطالب وعندكم قضيه؟ شو الموضوع بيه تمويل؟ عموما ابو سيد علي من بغداد، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخي الكريم؟ حياك الله. وياك، اهلا وسهلا. الله يحييك. الله يسلمك. طبعا كلامك على العين وعلى الراس حقيقه. الله يسلمك. حقيقي والله. الانتخابات بالنسبة نرجع للانتخابات، انتخابات وشهد شاهد من أهلها وهو إياد علاوي. إياد علاوي يعتبر قمة من قمم ما بعد الاحتلال أو ما بعد الغزو للعراق. أي. وبنفسه اعترف الرجل، قال الانتخابات ما وصلت 13 أو 14% فما دون. 12%. أحسن، 12%. أي. 12% شنو معناها؟ معناها العملية السياسية والانتخابات اللي صارت كلها باطلة في باطلة. عيني. وبالنسبة لدول هسه اللي حاليا يعني تعقيب على اللي قبلك يقول احنا واحنا وطلعوا اسماء ملايين. أي. اي ملايين طلعت اخي؟ هؤلاء الجمهور هو جمهور الذيول، حقا نكون واقعيين. أي. جمهور ذيول وجمهور كلهم في سبيل الكرسي. أي. وليس في سبيل الوطن. نعم. نحن من خرجنا في تشرين ونحن أهل تشرين ونحن من أردنا الوطن أن يعود إلى العراق الحقيقي. نعم. شوية من فيكم أنا شيء التيار الصدري بين يقول 73 أو يقول كذا، ليش هو التيار مو نفسه كان مشارك في الحكومة؟ أي. كل الحكومات من 2003 لحد الآن. نعم. اي تغيير هذا؟ الله يخليك، اي تغيير هذا؟ كله ضحك على الدقون. سؤال سيد علي. الله وكيلكم. سؤال. نعم تفضل. النائب عن تحالف الفتح، نائب سابق احمد السلماني اسمه، يقول لازم مفوضيه نعم. الانتخابات تعيد عمليه العدو الفرز اليدوي لكل الاصوات. هذا طلب من دوله القانون ايضا. دوله القانون يطالبون باجراء او اعاده العدو الفرز اليدوي لكل الاوراق ولكل البطاقات التصويت الناخبين. لعد ليش صرفوا ملايين على البيومتريه والاجهزه وهذا الصرف والإنفاق حتى بالنهاية يرجعون للعدو الفرز اليدوي؟ سؤال مرتبط بهذا. الانتخابات السابقة اللي ما كانت بيها بطاقات بيومترية وكان بيها تزوير، شنو اللي اختلف؟ نعم. شي يريدون يعني هسه ليش يريدون يعيدون العدو الفرز اليدوي حتى بس التزوير يجي من جانبهم؟ مو هي العملية مزورة أصلا، الناس كلها تدري بهذا الموضوع. يعني أستاذ محمد الله بخير عليك. تفضل. الشغله مبينه والشغله مبطنه ومبيته، الشغله ما بيها بالله عليك هاي الدولارات اللي انصرفت اللي على بالنسبه لمال اقتراع او غير مال اقتراع او على الصناديق ومرشحين وعل وعل وعل، انا متاكد هاي يمكن لو صار فيها على الشعب كذلك كان انتخبهم. هاي اول شيء. ثاني شيء الفتح وغير الفتح، الشعب شاف من عنده الله يخليك. العدو الفرز اليدوي السابق كان نزيه. الحال أستاذ محمد الله بخير عليك نكون واقعيين. نعم. ترى نفس الطاس ونفس الحمام، الشغلة كلها شغلة أمريكية بحتة. أمريكا تصعد فلان وتخلي فلان، يعني قضية قضية الشطرنج لا أكثر ولا أقل. نعم.
شطرنج اليوم انا اخلي هذا واخلي ذاك، اخلي كل من يفيد مصلحه الغرب. طيب. مثل ما يقولون هيك. شكرا يا سيد علي من بغداد، اشكر حضرتك. ويانا السيد ابو علي من الناصريه، تفضل يا ابو علي. ابو جاسم شلونك؟ حياك الله، اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يسلمك، تفضل. اخويا هذا من طلق ابو جسمة ابو شيماء. اي ابو شيماء يقول شلون واحد يحكي على ايران؟ اي مو صحيح؟ صحيح. يعني ايران سوت لنا بالعراق، سوت الطائفيه مو زوجته هو هذا ماكو اسمه؟ اي الملكيات. طيب علموهم ايران، علموهم قتل للعراقيين. نعم عرفت عرفت تحكي؟ هو هذول هسه شلون من الحيوان وتطبعها تدفنها يوم ويا اكل؟ هذول علموهم هم ماكو ميليشيات ايران علموا هذول شوف الجهل علموهم. سيد ابو علي يقول ابو شيماء، يقول ابو شيماء لولا ايران كان احنا هسه بلعنا. طيب احنا هسه العراق دوله ما مبلوعين بعدنا، يعني ايران ما متحكمه بالقرار بالعراق، ايران قاني ما يجي يقرر ويسوي. اعطي المجال احمد الله وجهك ابو جاسم، خلنا نسولف وياك. تفضل وياك. وياك وياك وياك. هو يقول، هو يقول داعش مو حرر داعش. اي ما يخالف المالكي سوى بالمظاهرين الشيعة وقتلهم. اي مو يقول ذولا الشيعة المظاهرين جهل وفقاء زين وداعش هم يا هم. يعني هو يعني هو انسان هذا ماكو هو هيك انسان زين، يعني هو من طب الموصل زين، هاي الواده من كتلوها مال ابن الموصل هاي سوايكرا واللي بالناصريه واللي بالبصره من كتل هاي، يعني هاي من كتل ايران استوت فينا هي مطبتين مرده لا محامل لا محامل يعني زين اي. طيب سؤال، سؤال باختصار ابو علي، سؤال واريد اجابتك باختصار لو سمحت. شنو اللي حيتغير برايك بالوضع السياسي في العراق اذا انشال تحالف الفتح واجا التيار الصدري؟ ايش حيتغير بالوضع؟ الله وكيلك ما يتغير نفسيتهم ونفس الكتل نعم. يعني كلها شوف كلها متامر علينا وإسرائيل وامريكا والعراق، يعني بس اللي هو الله وكيلك ما حد بحاله هذا سلاح مسلاح ايراني. نعم ابي ابي انك تقول لنا في سلاح هذا الله وكيلك هذا السلاح ماكو ميليشيات اي زين جايبين سلاح تقول لنا يعني علاقه تقول على ايران هي مو دوله اسلاميه مو اسلاميه يعني ما يصير يعني صار اسمه ابو شيماء من الدافع بايران يعني ما يصير دخل مخدرات زين هو يقول داعش ما يخالف اي يعني انا اقول لك ايران ما يخالف انا الفرع بالحج هذا اي زين داعش انتهى بعد ماكو داعش مو صحيح ماكو داعش انتهى لا ماكو المفروض يعني ماكو داعش اعلنوا اعلنوا النصر عليه صار لهم 5 سنين هم انقص من داعش طيب. قتل بوق حبوب يعني متجلس امريكي ايراني وهودي كلها متامر عليه هم ما يقتلونا. وصلت الفكره يا ابو علي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكره. ويانا ابو ياسين من ديالى، تفضل يا ابو ياسين. حياك الله يا محمد، هاي كان محترمين. الله يسلمك، اهلا وسهلا. اولا اخ علي من بغداد، امريكا ما يهم من اللي يفوز. اي نتمنى من كامل هؤلاء الحصان هذول اذناب الاحتلال مقتدى ولا غرب عامهم هم ما جينا ومشروع يشتغلون به. اما موضوع ابو شيماء ايران وقفتها على الزينه شوف. طيب يعني احنا سيد ابو ياسين انا حاطي لحضرتك المجال تنطي رايك، لكن نعم. ما اريد يعني الكلام ايضا موجه للساده المتصلين المشاركين والمشاهدين، ما اريد الموضوع ينجر لي ابو ياسين. احنا اليوم موضوعنا ايش تعتقدون، هل الوضع في العراق من الناحيه السياسيه حيتغير لما يجي مقتدى الصدر؟
طيب مقتدى الصدر تاريخه بالعملية السياسية أصلا هو بتصريح له على الهواء مباشرة قال ماكو حكومة تشكلت بالعراق إلا وأني موافق عليها، إذن هو شريك في هذا الفساد، هل الوضع في العراق حيتغير؟ مقتدى أساس الفساد عنده 6 وزارات و54 برلماني وأكثر من 500 مدير عام من ذول التمام الخماطة. فهو سيء. شوف هو أول حامي للحكومة بهاي ميليشيات القذرة، هو مشروع واضح الطائفي من 2005 قتل أكثر من 1,700,000 شعبية سني. شوف كلها صاعت يا مقتدى سير واحنا جبنا التحليل، ولكن هي مبيته راحوا فجروا الإمام عليه السلام وطشوا مقتدى بالشارع روح اتبع مقتدى اسمه واحد فيهم. فشوف هسه احنا من نقول على ابو شيماء ايران وضبطنا يا اخي يا ابو شيماء مسموه ايران هسه التقاتل على الحكومه شيعي شيعي مو سني من جد تجي الحارس الثوري شو اسوي لهم؟ انت لا تقدر تدافع عن ايران أكثر من 33 رافض ما يقطع عن العراقيين، هاي الأملاك يذبونها بالبصرة، هاي يحسبون لهم محافظة إيرانية، قتلوا الشيعة بالسنة، احنا مو موضوعنا إيران، موضوعنا نشوف حقيقة العراق، شوف وين راح يوصلنا السياسيين، لازم نفكر إنه شلون نتخلص من ذولا، لازم تكون تثور عليهم يا أبو سليمان، هاي النشاط ترى تنتهي، النشاط خلي يكون 100 مليون نسمة مو أكثر، هذول يقفون على 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 حصص، على على بطونهم. ما مسمين على روح وطنية ولا مسمين بشيعة ولا مسمين بلاد، هذا موضوع إيران. إنسان بن لادن عاشت إيران، داعش جانا من إيران، كل الناس تعرف الملك بنطلع القاعدة قدام سوريا وجرد عنا بحج الداعش وذبحوا بيها السنة بشيعة. خلي شغل حقوقهم، كل العراق وين يا أخي؟ مو العراق النبي الأمة عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته وأصحاب الأخراج على العراق وعرق الأمة والكوفة جمجمة العرب. يعني هاي الجمجمة هذا السفير السيستاني يجيب لنا شرع من إيران، تفضل العقول جافة، تفضل العقول جامدة، تعمل فيكم لا تفضل السيستاني، فكروا بالعراق، فكروا بالعروبة، خلي نسيت عايز سلمي، شنو إيران؟ شنو السعودية؟ شنو تركيا؟ لا، العراق هو المقدم يا أخوان. وصلت الفكرة يا أبو ياسين، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، يعني ويانا السيد علي من بغداد. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي لو سمحت نص صوت التلفزيون إذا تقدر. تفضل يا علي. السلام عليكم. صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. حياك الله. أول وحدة استاذ هذا وعلي الناصري ما يمثل الناصري، هذا مستحيل، هذا يمثل رأيه. طيب. هذا مثل رأيي. أول واحدة جمهورية إسلامية هي المادة بالسلاح وهي قدمة سلاح وعتاد وهي الوفة ويانة. هذا محترام المفروض شنو؟ المفروض ما يحتاج الحكاية، يعني الجمهورية جمهورية سوت الجمهورية. طيب فوق ما وفت ويانة فوق ما طيب أنا حجيك لهاي الجزئية حتى بس لنعبرها، لأن موضوع الحلقة اليوم مو إيران ولا هو مرتبط بإيران، لكن الأساس رأيك الأساس أريد منك تعليق من حضرتك، أريد تعليق على اللي دي يصير اليوم بالعراق. شنو رأيك باللي دي يصير اليوم من موضوع اعتصام وموضوع مقتدى الصدر يختلف عن البقية لو ما يختلف؟ أسألك مقتدى الصدر اليوم يختلف عن باقي الفاسدين الموجودين؟ واليوم ليش ده نلقى تظاهرات ببغداد؟ الاستاذ محمد احنا المظاهرات احنا اليمن هي ما ربط الفرس، احنا على قولتنا احنا اول وحده. اي يا استاذ محمد احنا ترى هي شيء يربط بشيء. اوكي الله وجهك، احنا من نيابه داعش ترى لا طتنا سلاح لا ولا دوله جوار مدتنا بسلاح، انعم الله على الجمهوريه الاسلاميه هي طتنا سلاح وهي مدتنا وهي وكتلانا استقادتها ان يعني خاطر العراق، يعني هل هذا الفضل ما رد لهم؟ طيب وبعد يعني الخليج هذا دول الجوار كلها ما كلها ضدنا. هسه ارجع لي على الموضوع اللي سالتك عليه وبعدين اجيك على ايران شوي. انت سالتني رايك، يعني انا هالموضوع رايك بالانتخابات، رايك بالانتخابات اللي صارت شنو؟ اول انت تزوير 100%. منو اللي استفاد من هذا التزوير؟ ما راح واحد استفاد نهائيا. مو مقتدى الصدر فايز هسه؟
مقتدى سيد مقتدى صحيح فايز انا وياك يعني بس ما راح يتفادى من دام اكو مصارعات هواي وماكو مفاوضات. يعني انت من كلامك يعني من كلامك يا سيد علي دا تقول انه الانتخابات مزوره، معناها اللي فايز بيها هو اللي مزور او مشارك بالتزوير؟ لا انا ما اقول هيك، لا لا شلون؟ لا ما اقول هيك يعني فايز بيها. لعد ليش لعد ليش لعد ليش اللي موجودين اليوم تحالف الفتح معترضين ومقتدى الصدر ما معترض، بالعكس مكيف ومرتاح وقايل هاي احنا فزنا. استاذ محمد محترضين على اصواتنا، محترضين على اصواتنا. منو اللي اخذها اصواتكم؟ منو اللي اخذها اصواتكم؟ منو اللي اخذها؟ ها؟ منو اخذ اصواتكم؟ اصواتنا ما اخذناها بشكل معين، لا تزوير من الامارات 100%. طيب عادة من ينأخذ صوت ينحط في مكان آخر. إحنا أخذب لك أستاذ محمد وإحنا والله العظيم يعني أصواتنا نطلعها 100% وإحنا الفتح. شلون شنو الخطوات مالتكم؟ ها؟ شنو خطواتكم؟ شلون حترجعون أصواتكم؟ خطواتنا أنا قلت إحنا الفتح ما نتنازل نهائيا. أي. ولا نعطيها بريتش. أي. ونحن فصائل المقاومه ان شاء الله لما ترجع اصواتنا ننزل كل احنا بالشارع. شلون يعني ايش حتسوون بالشارع؟ ايش تسوون؟ ما اعرف انا، احنا نريد اصواتنا. وين راحت اصواتنا مثلا؟ اعطينا اصواتنا وين راحت مثلا؟ دخلت فيها الامارات سهله، انا قادر عليها الامارات انا. طيب سؤال بالنسبه لايران، سؤال بالنسبه لايران، لما يطلع الشعب لما يطلع الشعب في وسط وجنوب العراق يقولون ايران برا برا، وانت شفت اعداد بالمئات الالاف اللي طلعوا ونزلوا بوسط وجنوب العراق، ذولا ليش دا يقولون هيك؟ يعني استاذ محمد ايران تطلع برا برا هي هذا مو سؤال هذا يعني هذا حكي الناس مو كلامي مو كلامي، عندي اسالك ليش الناس تقول ايران برا برا؟ من يضطر اي حتى وجه هذا عملاء ها عملاء السعوديه وعملاء امريكا وعملاء اسرائيل والله العظيم. طيب انت تؤمن بحريه التعبير يا سيد علي؟ انا خادم لك، شلون ما امن؟ لعد شلون تقول عليهم عملاء؟ ليش ما تحترم رايهم؟ انا اقول لك عايز. لا شلون احترم يعني هو يطعن بي قاعد يطعن بي هذا هو ده يقول ايران برا برا انت ايران؟ ايران انا استاذ محمد هدول قلبك بس شويه ايران سوت ايران رجل ايران شوكت ويا العراق يعني معقول العراقيين ناكرين للجميل وناس ما عندهم اصل وما عندهم محبه للاخر ان هم يتقصدون ايران؟ النكر الجميل بس ابن الزنا ينكر الجميل. طيب انا اشكرك يا علي، ما يعني هذا التجاوز ما له داعي. علي من بغداد شكرا لك للمشاركه. اجماع عراقي بانه ايران الخطر الاكبر على العراق، ايران أوصلت العراق بتحكمها بهؤلاء الأتباع الذيول إلى مصاف الدول المتخلفة المتأخرة في كل شيء، دولة لا توجد فيها أي مقومات للحياة. إيران التي نمت الصراع في العراق عن طريق تقوية الميليشيات، إيران التي نشرت المخدرات في العراق، إيران اللي شفتوا بالزيارة الأخيرة شلون هجموا الإيرانيين بشكل همجي وعبروا الحدود العراقية وماكو كان اللي يوقفهم عند حدهم. كيف تدافع زعامات الميليشيات عن إيران؟ كيف اغتالت الميليشيات كل من اعترض وقال كلا لإيران ولوجود إيران في العراق؟ كيف يصرح المسؤولون الإيرانيون ويقولون بأن العراق الساحة الخلفية لإيران، بغداد واحدة من العواصم الخمسة التي تسيطر عليها إيران ويقولونها بكل فخر، ولا يعطون أي قيمة ولا يعطون أي احترام أو سيادة للعراق، ينظرون إليه أنه تابع ودولة تعتبر العمق الإيراني أو عمق الأمن القومي مثل ما سموه في إحدى التصريحات. الشعب العراقي مو شعب ناكر للجميل، شعب يذكر كل من وقف معه فعلا، لكن عندما يخرج المجتمع العراقي يقول كلا لإيران، إذن هو وصل إلى مرحلة لم يعد يتقبل السياسات الطائفية الدموية الفساد السرقات التي تقوم بها إيران وتنفذها أدواتها في العراق. عندنا أبو ياسين من بغداد، تفضل. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين. أهلا وسهلا، حياك أخي. أنا وصل كلام بكيش مع مقتدى والفتح والخزعلي وغيره والمالكي، أبدأ أقول لهم أنتوا خارج 18 سنة كل شيء ما سويتوا يعني أنتوا فاشين، دعوكوا البلد خلي أهلك لا أقوله أهل الوطنيين
اريد اخوي اريد اتلاحق له، اريد نزرع، اريد نصنع، اريد نبلط، اريد نعيد العراق، اريد نشيل منه طائفه. هسه انتم بفاسين شلبتوا، هسه صار 18 سنه كل شيء ما سويتوا، قتلتوا وذبحتوا وقطعتوا النخيل وقعدتوا المصانع والزراعه وسويتوا الطائفيه وفلشتوا التامره الائمه. نعم. وفلشتوا الحدباء كافي يعني، انتم ما شفعتوا حقي يعني، بس ارد اعرف انتم شنو، وارد اقول للاخ وغيره وغيره اللي يدافعون عن ايران دافعون، ارد اقول على مقتدى اللي دافع عنه، هو مقتدى شلون عندك الصهاينه الدوله المدلله عند امريكا، هذا مقتدى هو الشخص المدلل عند ايران، لان هو الاله الوحيده بالدرجه الاولى هو اللي بي جاي جاي يهدمون العراق. فشويه اضحوا، اني اتمناهم كون شويه يكون يقعدون من النوم، انتم اللي تدافعون على هؤلاء، شنو تسووا هم؟ يا اخي 18 سنه بس ارد اعرف ابو شيماء وغيره، انا اتمنى لهم يصلح، لان هم بالاخير هم عراقيين. ونفسي الايراني راح مثل ما يقول راح يعني يستحقرهم، يقول لك شوف هذا عراقي دافع علينا واحنا جاي نهدم بلده. فانا اتمنى لهم ان شاء الله يصحون. نعم. يا اخواني قعدوا من النوم. نعم. سيد ابو ياسين اشكر حضرتك للمشاركه، بس نقرا بعض الرسائل سريعا حتى نواكب ويا المرسلين. رسالة من محمد من بغداد يقول السلام عليكم القناة البطلة، يقول أخي محمد بالنسبة لهؤلاء اللي في الخضراء الصبح الذبان وبالليل البرغوث. أبو معاوية يقول السلام عليكم الله يحفظكم. أبو معاوية يطرح موضوع الأقاليم وهو موضوع مرفوض أصلا من المجتمع العراقي، مرفوض من كل عراقي وطني محب لهذا البلد، لأنه هذا موضوع التقسيم موضوع يعني حقيقة من يسعى إليه هو من يريد تدمير هذا البلد، فنرجو النظر أو إعادة النظر بهذه الفكرة. فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم، تحية إلى قناة الرافدين وأستاذ محمد. أشو مركز مال الانتخابات أو مراكز الانتخابات كلها كانت فارغة، من وين أجت هذه الأصوات تتساءل. طيب معنا حسن من بغداد، تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك محمد؟ حياك الله محمد. الله يسلمك. سيد حسن نص صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام، نص الصوت لو سمحت سيد حسن. نصيته. اي تفضل. أحرك على الولد طلع يحكي. اي. وطلع على الايران. اي. والله اشوف رايي هذا خوش. رايي خوش رايي؟ اي ليش شلون تشوفه خوش راي؟ احنا انا بالحرب مال داعش. اي حرب داعش يمكن 5000 مفخخه بس من السعوديه. اها طيب. يمكن 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 فوق ال 2000 بس من الامارات. دول هاي الجارك. تدري تدري سيد حسن، تدري سيد حسن الامارات واحد تدري مفجور شوف تدري الامارات ارسلت مدرعات باعتراف اياد علاوي، ارسلت مدرعات هديه الى العراق، تدري الحشد اخذها؟ لا ما ياخذ الحشد. هذا حكي اياد علاوي، روح تفاصل انت وياه. تدري هذا الكلام؟ تدري انه ايران ارسل، تدري انه السعوديه ارسلت مساعدات غذائيه الى العراق وصلت بمطار بغداد، باقها الحشد والباقي خاص. انا من أهم لك هاي اعلام تتحدث واكثر من اذاعه انا شايفها ومتابعها. وقايله ازيد من 5000 مفخخه. طيب هاي وحده اريدك باختصار لان عندي متصل اخر، شنو رايك بالانتخابات؟ تتوقع الشكل السياسي بالعراق حيتغير؟ لا ان شاء الله ما يتغير شيء. تريده يبقى على وضعه. المجاهدين وفصائل المقاومات تضعف بس ما تطيح مهما تكون الامور. طيب ومهما تحشد الدول. اي تضعف ضعف بس طيح لا ما تطيح. والكان بالنسبه لسيد مقتدي صلواته له وسيدنا وعلى روسنا. اي سيد مقتدي مثل ما تقول اللي اخذ الحكم سيد مقتدي او الحجه هذا العامر الله يحفظه. اي وخزعله الله يحفظه او كلهم ذول الموجودين السياسيين فهم شيعه واحنا نفتخر بهم كلهم. طيب. شكرا يا حسن من بغداد، انا طبعا الوقت انتهى وحتى اعتذر لي ابو كرار ما راح اقدر استلم الاتصال، الوقت انتهى. حسن من بغداد يشكر الزعماء المقاومه ويرحب بهم طبعا، ونبقى احنا نقول مشاهدينا الكرام في النهايه يعني مستحيل انه يكون هناك اتفاق على راي واحد
في النهاية أكو اختلاف، لكن المقاطعة التي حصلت لهذه الانتخابات التي وصلت نسبة المقاطعة إلى أكثر من 88% بحسب اعترافات وتصريحات من برا وجوا العراق، تؤكد أن المجتمع العراقي ال 88% اللي يمثلون غالبية من يحق لهم الانتخاب، وطبعا أكو أكثر، هؤلاء قاطعوا هؤلاء الفاسدين، قاطعوا الصدر والعامري والخزعلي والمالكي والحلبوسي وغيره من هؤلاء الفاسدين، قاطعوا هذه الانتخابات لأنهم لا يرغبون ببقاء هؤلاء في السلطة. أوصلوا هذه الرسالة لمن يعتقد أن هؤلاء أبطال وهم سادة المقاومة. نتيجة المقاطعة هي أكبر دليل أن هذا المجتمع رافض لهؤلاء الفاسدين ولا يريد بقائهم في السلطة ولا يريد أن يرى وجوههم أصلا، لأن هؤلاء استلموا الحكم من 2003 لغاية اليوم ولم يقدموا شيئا للعراقيين، وبالتالي لا يستحقون البقاء ولا يستحقون الانتخاب. أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.